استغلال الطاقات المتجددة وضرورة استعمالها في مختلف المجالات باعتبارها طاقات اقتصادية بديلة من أهم الاستراتيجيات التي ترمي الجزائر إلى تعميمها عبر كامل الوطن. ولاية سعيدة أنموذج حي بإطلاقها عملية إنارة المدارس المتواجدة بالمناطق النائية عن طريق الطاقة الشمسية. العملية تضمنت أيضا وضع أجهزة تسخين للماء على مستوى هذه المدارس تعمل عن طريق الطاقة الشمسية. ما هي الخطوات اللي خدناها؟ أولا بدينا في عملية إنارة المدارس عن طريق الطاقة الشمسية، لأننا نسعى باش تكون ولاية سعيدة ولاية نموذجية في هذا المجال. إذن بدينا بهذه العملية نتاع 6 مدارس لتعمم في 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 المستقبل. ثانيا بدينا كذلك في تسخين إيجاد 186 جهاز تسخين لهذه المدارس في مختلف عدد المدارس، 186 مدرسة، لأن المنطقة معروفة بالبرودة نتاعها في فترة الشتاء. إذن هذا سينطلق العملية في الأيام القريبة. كما تم تزويد المدارس بأجهزة التدفئة التي تعمل بمادة البروتان بدل تلك التي تعمل بمادة المازوت. سكنا نفس المازوت. استعمال المازوت كان مضر للتلاميذ، مضر للمعلمين. استفدنا من مشروع الطاقة الشمسية، واستفدنا أيضا من قارورة الغاز الطبيعي. بعد انتهاء عملية التركيب وكاد التزويد بغاز البروبان، قمنا بحملات تحسيسية لجميع هذه المؤسسات، وهذه الحملية التحسيسية الهدف منها الاستعمال السليم لهذا صهاريج البروبان من خلال تقديم إرشادات أمنية وقائية. العملية تدخل في إطار خلق جو تربوي وصحي للتلاميذ.